السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أحبتي مجددا في عالمكم، عالم العلم والمعرفة. من هنا، من منطقة الباحة الجميلة، من محافظة العقيق البهية، نوافيكم مجددا بمعلومات ثرية جديدة. راح نتكلم اليوم عن شيء صراحة أثار فضولي، وهو علماء في فنلندا قاموا باستثمار مبالغ بالملايين، ملايين اليوروات اليوروز، لصناعة الطعام والبروتينات من الهواء. قالوا we are gonna produce protein from thin air، راح نصنع البروتين من الهواء الرقيق، هذا الهواء الذي لا يكاد يرى ولا يحس. طبعا هذه الجملة وهذه الكلمات التي قالوها أثارت فضولي من جهتين. أولا، كيف سينتجون الطعام من thin air؟ راح أقول لك طبعا الجواب في البكتيريا والمايكرو أورجانيزم. وأيضا السبب الآخر الأثار فضولي إن هذا المصطلح إنتاج البروتين from thin air is similar to what they are doing and saying regarding صناعة أو طباعة المبالغ المالية والنقد. يقولون الآن عندما يتم ضخ السيولة في السوق عن طريق النظام البنك الحديث من البنوك المركزية في كثير أو بعض الدول في العالم، عملية طباعة هذا النقد يسمى printing money out of thin air، طباعة وضخ السيولة من الهواء الرقيق out of thin air. طبعا هذا حقيقة، لأن المبالغ النقدية، هذه الأوراق التي موجودة في الأسواق الآن كالدولار واليورو وغيرها، ليست مربوطة لا بذهب ولا فضة، وهي حقيقة ورق مطبوع، حبر على ورق، ويطبع بناء على قرارات من البنوك المركزية. هذه الدول تقرر كم تضخ من سيولة، وهذا يسمى printing money out of thin air. فالعلماء في فنلندا استعملوا نفس المصطلح، قالوا ولكن بروتينات، راح نصنع الغذاء out of thin air. وقالوا إن هذا سيكون حل محتمل لعلاج مشكلة المجاعة والفقر والجوع في العالم، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يصنع غذائه بدون أن يحرق الغابات أو يقطع أشجار غابات الأمازون أو يقوم بالاستيلاء على أراضي هي كانت لكائنات حية، غابات ولكائنات حية أخرى في الطبيعة، وبالتالي نستطيع أن نصنع غذائنا out of thin air، proteins out of thin air. كيف؟ بكل بساطة قالوا نأتي بالماء والهواء ونأخذ منهما الهيدروجين، يعني يأتون بغاز الهيدروجين. كلام الثين اير هنا يقصد به الهيدروجين، والهيدروجين غاز نعلم ذلك، ممكن يشتق من الماء، لأن الماء H2O يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، ممكن يأخذ هذا الماء ويكسر ويؤخذ منه الهيدروجين، وعملية تكسيره ممكن تتم بالطاقة الشمسية أو يجمع الهيدروجين من أي مصدر آخر. وهذا الهيدروجين الآن وجدوا هناك بكتيريا تستطيع أن تتغذى على غاز الهيدروجين this thin air وتصنع من ذلك البروتين. وهذا البروتين يقولون أن تكلفته ستكون أرخص من أي بروتين آخر موجود في السوق، وممكن أن يستعمل هذا البروتين بعد صناعته من البكتيريا كعلف للحيوانات والأسماك في المزارع، للحيوانات والأسماك كغذاء علف، وبالتالي يستعمل أيضا كمصدر غذاء للإنسان في إنتاج المحاصيل الزراعية، أو يؤكل هو كبروتين مباشرة اللي صنع من البكتيريا. أتمنى أن يكون ذلك حلال، وأن لا يأتي أحد ويقول يجب أن تذبح البكتيريا بالطريقة الشرعية. على أي حال، this is happening الآن في فنلندا، ملايين اليوروز تم استثمارها لاستكمال هذا المشروع وتحويله إلى مشروع profitable، يعني وأيضا to produce this protein إلى العالم قاطبة ويستعمل كغذاء للإنسان أو الحيوانات الزراعية كعلف. وأتمنى أن تكون هذه يعني الأخبار حقيقية، وأن يتم فعلا الاستفادة من الكائنات المجهرية في صناعة الغذاء، لأنها فعلا تكون more effective وتستطيع أن تصنع من الغذاء أكثر وبأقل تكلفة من أي مصدر آخر متاح لنا حاليا. أتمنى لكم استمرار في طلب العلم والتشوق إلى مزيد من العلم والإنتاج والتطور، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.